في الفيديو ديال اليوم عندي لكم جوج حوايج، واحده زوينه واحده خايبه. الحاجه الزوينه هي ان بالنسبه للمسوقين اللي كيبغيو يديروا حملات اعلانيه باش يبيعوا المنتجات او الخدمات ديالهم، فتيك توك ادز اليوم راه ولات متاحه في المغرب. يعني ممكن انك دير حمله اعلانيه باكونت ديالك باي بي مغربي، معلوماتك الشخصيه، بدون ما تلتاج انك تستعمل في بي ان او لا تشري شي اكونت من شي اجونس وتشارجي لك البالانس وتربح معك النسبه من داك البالانس. كيف ما كنا كنعرفوا شحال هادي، هاد الشيء راه كان وكانوا بزاف ديال الناس كانوا كيلتجؤوا لهاد الوكالات الاعلانيه اللي كيقدموا هاد الخدمه او اللي كيشريو حسابات من عند اشخاص اللي عندهم واحد لا سورس كيفاش كيطيحوا على دوك لي زاكون. دونك اليوم الحاجه الزوينه هي انه ولا بامكانك انك تكري اكونت تيك توك ادز وتخدم به هنا في المغرب معلوماتك الشخصيه باي بي مغربي وتستهدف جميع الدول. بالنسبه للحاجه الخايبه هو ان اي شخص مبتدئ، يعني يلا كيبدا في التجاره الالكترونيه سواء دروب شيبين سواء الاي كوميرس لوكال، تيك توك ادز دارت واحد القضيه اللي هي شويه صعيبه على اي شخص يلا بادي، هو انه الحمله الاعلانيه اليوميه الا بغيتي دير الحمله الاعلانيه في تيك توك خصك ضروري دير 500 درهم. دونك في الحمله الاعلانيه اليوميه ضروري 500 درهم. دونك ملي كتوصل للادسيت كتعمر شحال البودجي ديالك، الا درتي 100 200 300 400 وكتبغي دير نيكس ودوز للاد ما كيبغيش يدوز لك، ضروري خصك دير 500 درهم او لا تحدد واحد المده وكتقريبا 2800 درهم. دونك هذه هي الحاجه الخايبه. نتمنوا من هنا للقدام ينزلوا شي شويه من، يعني يعطيوك الاختيار انت، يعني ما يفرضوش عليك شحال ممكن انك دير نتايا في الحمله 500 درهم. لا دير داكشي اللي بغيتي، يعني ابتداء من 10 دولار من 5 دولار كيف ما بغيتي وتختار اي اوبجيكتيف. اوكي بحال فيسبوك ادز بحال يعني لي بلاتفورم واحد اخرين. دونك في الفيديو ديال اليوم غادي نحاول نشرح لكم المنصه ديال تيك توك ادز من وسط البي سي، نشوفوا المزايا ديالها، نشوفوا الاهداف ديال الحملات الاعلانيه، نشوفوا شنو كيوفروا لينا في الاد من الكرياتيف من اي حاجه، نشوفوا كذلك كيفاش نكريو البيكسل. دونك بقى مشاهد معايا لا فيديو حتى الاخر باش نعطيك واحد النبذه تعريفيه على الادوات الاعلانيه اللي كتقدمهم تيك توك ادز. دونك خليك معايا واجي تشاهد هادشي كامل من وسط البيكسل. السلام عليكم ابطال. الو كتدخل تيك توك ادز في جوجل، كتكتب كتابي تيك توك ادز، كيطلع لك الواجهه، كدير ساين اب الا ما كنتيش داير ما عندكش كونط، داكشي راه ايزي. كتقدد الايميل، الباسورد كتكتبو الا ما بغاش يدوز لك، كتمشي كتكتب في جوجل جينيريت باسورد، كيعطيك واحد الباسورد فور مزيان كتكوبي هنايا، كدير هكا كدير سنت كود. ملي كدير سنت الكود كيعطيك واحد الفيريفيكاسيون كديرها، صافي كتمشي كتهز داك الكود كتكوبي كدير ساين اب. ملي كدير ساين اب صافي كيعطيك باش دير لوغين، كدير لوغين بحال هكا، كتهز المود باس ديالك اللي ديجا اونريجستريتي، كدير ليه هكا كدير ليه هكا كدوز كدوز. عاوتاني كيعطيوك هنا كيقول لك اودي اختار لينا جوج بحال بحال، كدير هكا كيقول لك الفيريفيكاسيون كومبلي. كندخلوا دابا للواجهه، كيدينا نيشه للواجهه ديال تيك توك اس اللي فيها دوك لي زوبجيكتيف اللي ممكن تختار لوبجيكتيف اللي انت غادي دير. اوكي دونك هنا كاين الريتش في الاور ناس في الكونسيديريشن، عارين غير 4 منهم ترافيك، الاب انستال، فيديو فيوز، لي جينيريشن، في الكونفيرس في الكونفيرجن كاين الكونفيرج. اوكي المهم حنا نختاروا مثلا هاي كاينه هادي ديت مور باس فولورز اور بروفايل فيزيت. المهم كل اوبجيكتيف هنا راه عارينك زعما دير. المهم نختاروا هنا هادي، هنا نختاروا نديرو انجيجمنت يوتيوب مثلا غير تيست باش نعرفو. هنايا البيدجي، هنا الديلي، هانتوما لاحظوا معايا هنا هانتوما هنديرو 500 درهم، هنديرو لاست ونديرو 500 درهم. واش يبغيو يدوزنا؟ المهم غير نقولبو تيك توك واش يتقولب ولا ما يتقولبش لايف تايم. المهم تختار الوقيته اللي بغيتي نشوفو واش غادي يدوز. هنا في الاد جروب اللي هي الاد سيت نديرو مثلا تيست يوتيوب مثلا، هنا اللي كنختارو فيه. هنا يعني البليسمنت عاطينك غير تيك توك ما عاطينكش لي بليسمنت. نشوفو ادفانسد سيتينغز يوزر كومونت فيديو داونلود، زعما واش مثلا واش اليوزر
بغي شي ميكومونتيو في داك الاد ديالك، بغي شي يومي تيليشارجيو الفيديو ديالك ولا لا. الا ما بغيتيش راه كتحيد هادو ميكوموندي مي تيليشارجي لا فيديو ديالك. اوكي في التارغيتين يعني هنايا ممكن تيكسكلودي وتينكلودي جميع زعما كاع دوك اللي بغيتيهم. هنا راه مازال ما عندكش حنا ديال كوستم اودينس لوكالايك اودينس. المهم اللي ما عندكش كتمشي كدير كرييت. المهم شويه بشويه ما يمكنش نشرح كل شيء في دقه واحده. انا دابا هذا لوبجيكتيف ديال هذا لا فيديو هو نشرحوا الواجهه ديال تيك توك ونعرفوا زعما كومون سا سباس يعني الادوات الاعلانيه اللي عاطيانا. اوكي هنايا في التارغيتين راه انا في الانترو راه قلت لكم باللي راه عطينا بزاف كاع الدول العالم كامل، ولكن للاسف ملي دخلت راه ما عطيناش الدول كاملين. هنايا شي في كل دوله عطينك المدن لاحظتي الا كليكيتي، يعني الا بغيتي نتايا تختار غير مدينه واحده. حيت بحال مثلا هنا ما يمكنش لك مثلا بغيتيش المغرب كامل ما يمكنش كدير الرابا بحال فيسبوك رابا كازابلانكا برشيد العيبات فهمتي شي مدينه لا، هو عاطيك بحال مثلا تايلاند من هنا تنعرفوا دوك المدن اللي كاينين وسط دوك الدول. بحال مثلا تايلاند ها هما دوك المدن اللي عاطينا ها هما كاملين. مثلا غنمشيو حتى وسط هاد المدن واقيلا راه كاينه شي حاجه اخرى شي صراحه هادي مزيانه كي كتعرف حتى على المدن ديال دوك الدول. في تركيا ها هي كاينه اردهان بايبورت بوردور. المهم كتسيليكسيوني بغيتي نتايا راه فهمتي التركيا كامله كتخلي تركيا كامله. اوكي مشيو مثلا حنا للمغرب، حنا راه ما عطيناش الدراري ما عطيناش فرنسا ما عطيناش المانيا ما عطيناش اليونايتد ستيت اليو كي الى اخره. المغرب ما عطيناش الدراري المغرب زعما سيليكسيوني دوك المدن. قال المغرب صافي حيد ما كاينش داكشي ديال لمات لا ولا هكا. المهم شوف الايج كتختار الرجال ولا عيالات. نشوفوا مثلا الا اختارينا عيالات شحال هنايا ديال لوديونس، الا اختارينا العيالات الرجال زعما شحال ديال لوديونس الا خليناهم كاملين. واحد الحاجه مزيانه هو ان تيك توك ممكن تستهدف حتى 13 سنه، يعني من ابتداء من 13 سنه الى اخره. بغيتي دير اول كتخليها اول في اللانجويج هنايا ماشي انتريسي بالنسبه لينا. في لي زانتيري الا بغيتي تزيد لي زانتيري تزيد الفيديو انتريكسيون تزيد هادشي هذا كامل. المهم حنايا الديفايس بغيتي تخلي كاع دوك لي ديفايس كاملين. المهم راك عارف المغرب تخلي هادشي هذا كامل. في التايب ديال الكونيكسيون بغيتي الناس اللي خدامين ب 4G ب 2G 4G 5G الواي فاي خلي هادشي اول كامل هكا. الناس اللي خدامين زعما باتصالات المغرب انوي اورانج ممكن كتخلي انت هادشي هذا كامل. اني برايس ديفايس برايس سبيسيفيك برايس الا بغيتي مثلا تشوف حتى الناس اللي واقيلا اللي عندهم لي تليفون يمكن ماشي دائما الاثمنه تبقى تريشي بلاش هادشي اش نديرو به حنايا. الكونتنت اكسكلوزيون ماشي نشوفو هادشي كتخلي هادشي هذا كامل. المهم هنايا فاش ملي اختارينا حنايا 500 درهم في البادجي ماشي دايركت لايف تايم، هنا شنو عاطينك في البادجي؟ غنديرو مثلا نحاولو نديرو حتى هنا ما الا درنا 500 ما غدوش هي الشيء عاطينك 2800 درهم. دونك هنايا غنديرو هنا نديرو 200 باش يلاه يدوز لينا. وهنا كتختار فهمتي كتختار بقاش تبدا فوقاش تسالي يعني نهار 12/26 هنايا كتسيليكسيوني مثلا السوايع والنهارات معيشة جبدة. المهم كتخلي اول تايم اها اوبتيميزيشن لو كوست الادفانسد نعطو هنايا الايفنتس. المهم كندوزو كنديرو نيكست نشوفو واش ما عندنا حتى شي ايرور هنايا. نديرو نيكست صافي. هنا كندورو الاد بلاصه ديال الاد راكم عارفين كرياتيف نيم كنسميوها تيست يوتيوب. تيست يوتيوب كتجي هنا كدير انتر ان نيم ديسبلاي ديرو تيست يوتيوب هما كيعطيوك زعما الواجهه هنايا
هاي في الفيديو سواء كاش ابلودي ولا فلوم ليبريري ولا كاش كري فهمتي نشوفو هنايا. المهم هنايا راه ما كاين والو صراحه. المهم الا بغيتي ابلودي الفيديو ولا كاش ابلودي هنا باش يبان كتمشي هنا التكست يعني الاد كوبي كتكتبها هنايا باش يبان سمارت تكست. كدير هنايا عاوتاني اوبشن لهادي صافي ضروري كليكي على هادي. كدير ويب سايت ايفنت. المهم هنا تيك توك هادي راه اوبسيونال حنايا راه خاتين فيديو فيوز. المهم هادي هي الاد ها كيفاش دايره. هنا فين كتحط الكرياتيف ديالك الاد كوبي الفيديو بغيتي تكرييه من وسط تيك توك راه ممكن تكرييه فروم ليبريري وسط المكتبه هنايا راه كتختارها. بغيتي تابلودي الفيديو راه كتابلودي غير هنا راكم عارفين لي سايز ديال تيك توك راه مختلفين على لي سايز ديال فيسبوك. كيكون هنا فيديو غالبا السايز ديالو مبدل كيكون طويل. دونك هادشي اللي كاين صراحه خاصو فيديو معمق مزيان مزيان. انا في هاد لا فيديو بغيت غير نعطيكم نبذه تعريفيه على التيك توك لي زوبجيكتيف كيفاش داك البيدجي ديلي اللي ممكن دير فريمون راه 500 درهم اللي خصك دير يعني يوميا خصوصا الا مشيتي اختاريتي الكونفرجن. يعني في الكونفرجن راكي راك عارف هذيك حمله ديال البيع كيحتموا عليك انك 500 درهم خصك تحطها بصفه يوميه يعني يوميا. راه الا شفتوا راه حنا درنا واحد القضيه ديال اللايف تايم ودرنا 500 درهم والموست الاد جروب عطاونا خصنا دارو ندخلو 200 درهم يعني كتقسم. وهنايا في الاد المهم كتحط هنايا الحملة الإعلانية ديالك كتحط زعما الكرياتيف ديالك من الاد كوبي من كلشي. ملي كتسالي كدير سابميت وكتسنى الريفيو من بعد كترجع راه كتبقى تقرا الحملة الإعلانية. هنايا كترجع للداشبورد هنا الكومبيل اسيت هنا فين كتقاد داكشي كامل. هنا في لي زيفنت فين كتقاد البيكسل الكرياتيف الكرياتيف لي زوديونس الكوستوم اودينس اللوكالايك اودينس الى اخره. ان شاء الله مازال يجيو فيديوهات اخرين اللي يكونوا مستفين مثلا كيفاش تكري البيكسل كيفاش تقاد لي زيفنت كيفاش تكري الكوستوم اودينس اللوكالايك اودينس كيفاش نبدعوا في الكرياتيف. ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات شويه بشويه حتى ندير واحد البلاي ليست ديال تيك توك بحال فيسبوك ادز واي واحد يولي محترف في تيك توك ادز. ونتمنوا زعما نتمنوا يكون واحد الاقبال كبير على تيك توك وشركه ديال تيك توك تشوف ان المغاربه لقى عندهم اقبال باش يديروا حملات يعني في تيك توك وتسهل يعني تنقص من الثمن يعني تعطيك الاختيار نتايا انك دير البيج اللي بغيتي. وكذلك يزيدوا لنا الدول اخرين اللي ممكن يستهدفوهم يعني ديال اي واحد بغى يخدم الدروب شيبين راه يلقى دول واحد اخرين. غير واحد واحد بين قوسين واحد الحاجه بغيت نقولها لك هو انك قبل ما دير حمله اعلانيه ضروري ضروري الستوغ ديالك يكونوا فيه يعني البريفايسي بوليسي الروتون بوليسي. هادشي راه مهم باش ما يتسدش الكونت ديالك ديال تيك توك. كنت خدمت واحد لاجونس ديجيتال في دبي واول حاجه كانوا طلبوا ليا هو الستور باش يضربوا على يشوفوا لي برودوي كيفاش محطوط التايتل كيفاش محطوطين كيفاش محطوطين يعني البريفايسي بوليسي الروتون بوليسي داكشي كي يعطيو اهميه كبيره. دونك حتى انت تعطي اهميه كبيره باش ما يتسدش لك الاكونت ديالك وتبقى خدام اليز. ونحاولوا نحسنوا ليماج بالنسبه للشركات الاجنبيه على 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 المسوقين المغاربه انهم راه كيحترموا القوانين ما كيديروش داك الاختلاسات في يعني في الاعلانات الى اخره. وتلقوا لنا مزايا اخرين بحال الدول بحال يعطونا اختيار في الاثمنه اليوميه اللي ممكن حنا نديرو. ما تنساش واحد القضيه اللي هي مهمه بالنسبه لينا حنايا هو التشجيع ديالك. التشجيع ديالك باللايك بالسبسكرايب بكومونتير وتشير هذا الفيديو مع اي واحد انتريسي بالموضوع.